انت فكرت ان انت اللي هتغني الاغنيه؟ لا احنا قلنا المجموعه. امال ليه انت غنيتها في الاخر؟ اللي حصل بقى ان ربنا اراد ان الشاعر يكتب لواحد والمجموعه ترد عليه. تسمح لي اقول لحضرتك ان صوت حضرتك ارخم واجش من ان هو يغني؟ اه صعب قوي مش كده؟ ولا في نوع من الغنى؟ لا صعب، وفي نوع كده. في نوع من الغنى كده. يعني في الاوبرا مثلا اللي بيقول الاصوات العريضه دي اجره مرتفع جدا، الحاجات البازات مش اي صوت تبقى موجود فيه. طب اجر حضرتك ارتفع بعد ما غنيت الصوت الاجاش؟ ولا ملين والله. ما ارتفعش ولا لا حاجة. يعني الناس متصوره ان انا ايه عبيت بقى زكاية الذهب من ورا الدنيا. ما نزلت شرايط وعملت؟ انا ما نزلتش الشرايط. مش انت؟ لا، منتج الشرايط الراجل بيشتغل في الكاسيت ده راح اشترى الغنوه من منتج الفيلم. انا ماضي عقد الفيلم فقط لا غير. ما وصلكش اي حاجه من عشان ابقى امين. والراجل جه زارني في البيت وجاب لي علبتين فيهم شرايط كاسيت عددهم 24. انا كملت البيت اصحابي قريب بنسخ اشتريت بقى. في ناس غنوا الاغنيه دي بعد كده واعتبرت اغنيه من الاغاني المهمه يعني فتره من الفترات. مين اللي غناها تفتكر؟ اركان فؤاد غناها. وفي مجموعه فرقه مجموعه كده بس مش عارف اسمهم غنوها. بس هو الحقيقه ان التقليد دايما بيبقى غير الاصل. يعني حضرتك كنت احسن من الفنان اركان فؤاد؟ مش احسن، انا اللي عملت الستارت ده. الكلام معانيه اكثر عمق. يعني مش يلا يا اصحابي يلا بينا نفرح. مش اتفضل من غير مطرود من مستشفى المجانين وياك تتجنن وتعود. ده الداخل عندنا مفقود والخارج من هنا مفقود. سلم لنا بقى على الطرمان. احنا عايزين نسمع المطرب الفنان نجاح. لا مش للدرجات. مش للدرجات يعني. وانت بتغني الاغنيه الشهيره سلم لنا على الطرمان. يعني فعلا انت ايه دوست على عرق الخجل اللي عندي. يعني انا فعلا ما اعرفش. لا لازم يبقى مزيكا و نحاول صح. لو سمحت لنا يعني هنقول مثلا هتسيب مستشفى المجانين وتعيش مع مجانين تانيين. ما هي دنيا تجن العقلين، اوعى تروح بقى في الباي باي. ممكن في يوم من الايام تشتاق انك تسلم على وسيله من وسائل المواصلات؟ من المواصلات؟ يعني تسلم على الترماي او تسلم على القطر. لا اسلم على الترماي القديم بتاع اللي كان بيروح الهرم ده. فيها مخاطره دي. اسلم عليه بالحضن بقى؟ لا لا صعبه قوي دي. نجاح الموجي غنى اغنيه سلم لنا بقى على الترماي. ده كان بقى مش واخد باله ان الترماي قاسي شويه يعني ممكن يموته يعني. لا هو ما خدش باله بس. لكن لو كان اخد باله ما كانش غنى كده ابدا. سلم لنا بقى على الترماي يعني بيقول له يعني لما تطلع وتشوف الحياه. يعني الترماي ده بالحياه الواقعيه. هو يعني مش بيقول له الترماي كترماي كوسيله مواصله. لا هو بيقول له الحياه الواقعيه يعني سلم لنا عليها الحياه اللي انتوا عايشينها بره. طب لو حد سلم فعلا بشكل حقيقي واقعي على الترماي ممكن يحصل له ايه؟ مجنون. يبقى غير عاقل يعني. يحصل له ايه من الترماي؟ يداس. حد من حضراتكم فكر في الفكره دي قبل كده؟ والله احنا ان شاء الله ناويين. كل الضفه بتاعتنا ان شاء الله، كل ضيفتنا الثانيه اساسا ان شاء الله ناويه تسلم على الترماي قريب قوي. فكرت انك تغني اغاني ثانيه؟ اغاني مثلا عاطفيه؟ لا هي ايه لو استغلت الموهبه دي او الملكه دي اللي هي لما اديها لي ربنا يعني فبتبقى في جوه عمل دراما. مش يعني مش هتحول الى مطرب يعني بالرغم ان ايه جات عروض كتير تضحك ومغريه على المستوى المادي. يعني مثلا جالي واحد مره عملنا حفله في النادي الاهلي فايه يعني استهواني ان ايه الحفله بتتعمل في النادي الاهلي على ملعب مختار التتش في 2000 متفرج لها كده طبيعه خاصه يعني. فاستهوتني التجربه فرحت عملتها. غنيت فعلا في حفله؟ غنيت في الحفله. وقدموك ازاي يعني؟ قدموا المطرب الفنان قالوا نجاح النجم كذا كذا واشترطت على المتحد انه يكتبني اول اسم عند المطربين. فعلا ده حصل؟ وده حصل. وان اخد اغلى اجر. فعلا اداني اغلى اجر. يعني خدت اكتر من مثلا من اللي بياخده
مدحت صالح. بس هي تجربه مره واحده يعني. والجمهور تجاوبه مع الاغنيه بشكل مرعب يعني. يعني اول مره في حياتي اقف على مسرح قدام جمهور ومن غير هزار يعني، ركبي بتخبط في بعضها وجسمي بيترعش وشعر دماغي واقف، كل التعبيرات دي جربتها فعلا ولقيتها موجوده فعلا، في الرعب وفي الركبه اللي بتخبط وفي التركيز اللي يصل لدرجه 1000% علشان اركب على نغمه الاورج مظبوط، لان كان عمرو سليم هو اللي ماسك الفرقه الموسيقيه يعني. وكان الافيهات اللي تضحك بقى في الموضوع دوت ان انا ببص للي ماسك الجيتار اقول له ان انا هقفل الكوبليه ده وحنين على اللي بعديه، فهو يقول لعمرو ان عمرو ضرير يعني. يعني كان موقف انا غريب يعني، يعني يا ترى بتاع الجيتار هيفهمني ويقول لعمرو، وعمرو هيفهم بتاع الجيتار لو انا مش شايفين بعض وانا بغني. كان شيء صعب جدا يعني.